فضيلة الشيخ، الإمام علي عليه السلام حينما وصلت إليها الخلافة، لا أقول وصل إلى الخلافة، الخلافة هي جاءت إليه، حينما وصلت إليه الخلافة نجده يحتج بحديث الغدير، وعنده هذا الخطبة الشقشقية التي كثير من الناس يعترضون عليها، يعني يفهم منها أنه يعتبر نفسه الخليفة الشرعي من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله، معروفة الخطبة الشقشقية، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، حتى يقول زعم أني أحدهم، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. يعني إذا كان القضية قضية خلافة، خلاص وصل للخلافة، خلي ينسى الماضي، هو وهو خليفة يذكر بالغدير ويقول نشدت الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يومهم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه إلا قام. يريد شهود على الغدير فضيلة الشيخ وهو في الخلافة. ماذا نفهم من هذا؟ هل نفهم منه أنه لا يعترف بحكومة السقيفة، أم نفهم منه أنه يخاطب الأجيال، لأن ممكن بعض الأمور تنسى، فهو يريد يثبت هذه الأمور للأجيال الآتية بأنه متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. ماذا نفهم نحن فضيلة الشيخ في زماننا هذا من نعم يعني نعم نعم تألمه هذا سيدي حول الإمام علي واحتجاجه بحديث الغدير؟ هل هو يعني يظن، يعني هل هو يقرر أنه هو الخليفة الشرعي وأنه اغتصبت الخلافة، أم أنه بيان للأجيال؟ طبعا الإمامة من حيث العلم ثابتة للإمام علي، ولأن السلطة هي فرع من فروع الإمامة وليست كل الإمامة، فمعظم الإمامة العلمية والدينية والمعارضة السياسية السلمية العاقلة كان الإمام علي هو بقيت له. أما التذكير بحديث الغدير فهذا بالشقشقية وغيرها، فهذه نعرف أن الإمام علي كانت صورته قد شو قليلا، كانت صورته لم تكن واضحة عند الأمصار، لأن الأمصار تتابع عليها خاصة في عهد ولاة عثمان، كما قلنا في عهد ولاة عثمان قد نسيت الصلاة نفسها كما في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، لقد ذكرنا هذا الرجل يعني علي صلاة كنا نصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا. فإذا كانت هذه قد نسيت، فمن باب أولى مكانة الإمام علي وحديث الغدير، وهذا يدل على أن حديث الغدير ليس حديثا عاديا، يعني بمعنى أن الإمام علي لم يحتج بحديث عمار ولا حديث قتال الخوارج ولا حديث الزبير تقاتل علي وأنت ظالم له ولا حديث الحوأب ولا حديث أمرت بقتال الناكثين والقاصطين، كلها صحيحة الناكثين والقاصطين والمارقين، وإنما احتج بحديث الغدير لأنه يأتي على ما قبله وعلى ما بعده، فكأنه يقول للناس إذا كنتم لا تعرفونني ولم يكن أحد يقول يعني تعرفوني، ترون النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله اجتمع بالناس وقال هذا واستشهد البدريين وشهد معه 12 بدريا لأن سمعنا النبي. هذا فهم السلف. الآن فهم السلف أنا أريد أن أرد على، لأن أنا في المجتمع، عندي في المجتمع السعودي عندي طبيعي ربما بيئتي غير بيئة الدكتور سهيل وغير بيئة الأخ عبد الباقي، فقد أجد بعض التساؤلات، وبما أن البرنامج ليس فيه يعني اتصالات مشاهدين، ففهم السلف الصالح هنا فهم الإمام علي وفهم البدريين، هل فهموا عند في هذا الاستشهاد الكبير، هل فهموا بأن المسألة فقط يعني فضيلة وأن النبي يحب عليا وعليا يحب فقط، أم أن الاستشهاد أبعد من هذا، بأن حديث الغدير بأنها وصية صريحة وللإمام علي، وأن الناس فتنوا، أحسب الناس أن يتركوا يقولوا فتنوا، وأن الناس فتنوا بعد ذلك، وكما قلنا في الابتلاء بأن العصبية أساس من أسس الابتلاء.